السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الرنجة والفسيخ في الأسواق قبل شم النسيم. خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلها كل جديد. تستعد محل الرنجة والفسيخ لاستقبال عيد شم النسيم، والذي يعتبر من أكثر الأيام التي يفضل فيها المصريين أكل الأسماك المملحة بأنواعها المختلفة. ومع اقتراب شم النسيم تساءل الكثير من المواطنين حول أسعار الرنجة والفسيخ مع اقتراب أعياد الربيع. ويأتي عيد شم النسيم في هذا العام بشكل مختلف لم يعتد عليه المصريين بشكل كبير، والتي تتمثل بقدوم هذا العام في شهر رمضان المبارك، مما جعل الاحتفال به سيكون مختلفا عن الأعوام الماضية من ناحية الأكل مع الصيام، ولذلك فإن الإقبال عليها لا يكون بشكل كبير كما كانت في الماضي. أسعار الرنجة والفسيخ: تتراوح أسعار الفسيخ ما بين 150 إلى 200 جنيه للكيلو، بينما تتراوح أسعار الرنجة من 60 ل 80 جنيه للكيلو. أما السردين فتأتي أسعاره ما بين 60 ل 70 جنيه للكيلو. وبالنسبة للملوحة فإن أسعار الكيلو بلغ 170 جنيه. وتراوح سعر الفسيخ البوري ما بين 170 جنيه ل 180 جنيه للكيلو. والرنجة الهولندي وصلت أسعارها من 65 جنيه للكيلو. أما البطارخ البلدي تراوح سعر الكيلو فيه ما بين 1250 إلى 1500 جنيه، ووصل سعر علبة الفسيخ إلى 100 جنيه، بينما بلغ سعر علبة الملوحة 95 جنيه، أما علبة السردين 50 جنيه، وبالنسبة لسعر علبة الأنشوجة 35 جنيه، وبرطمان الرنجة 40 جنيه. وتختلف أسعار الرنجة والفسيخ على حسب الأنواع وأماكن الاستيراد، وهذا بالإضافة إلى أن حركة البيع ضعيفة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة كورونا، بالإضافة إلى شم النسيم في رمضان وهذا العام، والذي يعد شراء الأسماك المملحة قليلة بعد الشيء. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم طيبين عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.